يعني أول ربع ساعة جس النبض بعدين ممكن. وهذه واحدة من أجمل مشاهد مباراة اليوم لأسطورة من أساطير كرة القدم العراقية والعربية والآسيوية، واستذكار الراحل أحمد راضي أفضل لاعب في آسيا واللاعب العراقي الوحيد الذي سجل في بطولة كأس العالم رحمة الله عليه، هذا الأسطورة الكبير نجم الكرة العراقية الراحل. تحية للجماهير اللي استذكرت أبو هيا بهذا اليوم وفي هذا النهائي، ونتمنى ما شاهدناه من لقطات جميلة ومشاهد ومشاعر حقيقية اليوم بهذه اللقطة أن تتوج بشيء جميل لهذه الجماهير التي زحفت وحضرت بوقت مبكر لتملأ مدرجات ملعب المدينة بهذه الصورة الرائعة لبغداد في مساء جميل، وهي تحتضن نهائي مرتقب لبطولة غرب آسيا أحد طرفيه منتخبنا الأولمبي وهو يواجه نظيره الإيراني. هذه اللقطات، وهذا هو الصغير البطل الذي نستمد منه القوة والإصرار والعزيمة، وهو حاملا لكرة هذه المباراة الكرة للمباراة النهائية. أتمنى التوفيق لمنتخبنا بالتأكيد، وشكرا مرة أخرى للجماهير التي حضرت هذا الصباح الباكر. أترككم مع هذه الأجواء.